فنانات جميلات لم يتزوجن حتى الآن. الفنانة نرمين الفقي هي أشهر عامس في الوسط الفني رغم جمالها الذي لم يتأثر بتقدم عمرها، وأعلنت أكثر من مرة رفضها العديد من الرجال الذين تقدموا للزواج منها سواء رجال أعمال أو مشاهير. الفنانة حورية فرغلي، حيث أن خطيبها الأول فسخ خطبتها يوم العرض الخاص لفيلم كلمني شكرا بعد رؤية مشهد جريء لها بالفيلم، والمرة الثانية توفي خطيبها قبل الزفاف بيوم واحد فقط، وحتى الآن لم تكرر التجربة. الفنانة مي عز الدين الجميلة لم ترتبط أو تعلن خطبتها رسميا منذ بداية مشوارها الفني سوى مرة واحدة، وهي خطبتها للاعب كرة القدم محمد زيدان، ولكنها انفصلت عنه بعد أشهر قليلة ولم تتزوج حتى الآن.